يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من نبي إلا ورعى الغنم، وكنت أرعى غنما لقريش على قراريط. بإذن الله تعالى حتكون دي حلقتنا الرابعة من السيرة النبوية، حنتكلم فيها عن حياة النبي في كفالة عمه أبو طالب، وقصة زواجه من خديجة، وقصة بناء الكعبة وتجديدها. بسم الله نبدأ. لما بلغ النبي الثامن من عمره توفي جده عبد المطلب، فكفله عمه أبو طالب، وكان أبو طالب كثير العيال، وكان حاله معسرا وكان فقيرا، فاضطر النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يرعى الغنم وهو صغير لقريش على قراريط. فمن الله عز وجل قد حمى النبي من كل الشرور والآثام، فلم يرى النبي عرسا قط ولا مجلس فجور قط، ولم يتعرى أبدا، رغم أن هذا كان شائعا في قريش وتفعله كل العرب. لما بلغ النبي سن 15 قال صلى الله عليه وسلم: كنت أنبل لأعمامي يوم الفجار. ويوم الفجار هو حرب الفجار التي تكون في الأشهر الحرم التي هي ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب، فالحرب التي تكون في تلك الأشهر تسمى حرب الفجار، وكانت بين قريش من كنانة وبين قيس عيلان. ولما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم سن 25 سمعت خديجة بنت خويلد به وعن أمانته وصدقه، فأرسلت غلامها ميسرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تعرض له تجارة لها ليخرج بها إلى الشام، فوافق النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج النبي وميسرة في تجارة خديجة. وبينما كان النبي في طريقه إلى الشام إذ استظل تحت شجرة بالقرب من صومعة أحد من الرهبان، فسأل الراهب ميسرة قال له: من هذا؟ فقال له: هذا رجل من قريش من أهل الحرم. قال له: أما والله ما نزل بها رجل إلا كان نبيا. وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الشام وباع بضاعته، ثم إنه شرى بضاعة من الشام وقدم بها إلى مكة. أعجب ميسرة فتى خديجة بالنبي صلى الله عليه وسلم أشد العجب، ثم أنه كان يرى من حلم النبي وتعامله وجميل أخلاقه، وكان يرى ملكين يظلانه إذا اشتد الحر عليه. ذكر كل ذلك إلى خديجة، ثم ذكر لها ما قاله الراهب عنه. كانت خديجة بنت خويلد من أكثر نساء قريش شرفا ومكانة ومالا وجمالا، تقدم لها الكثير من خطاب مكة فرفضتهم جميعا، لكن بعد أن ذكر لها ميسرة ما رآه عن النبي صلى الله عليه وسلم أعجبت به، ثم ذكرت ذلك إلى النبي وقالت له: يا ابن عمي، قد رغبت بك لما سمعته عنك من صيتك في قومك ومن مكانتك وجميل أخلاقك وحديث صدقك. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ما قالته خديجة إلى أعمامه، فأخذ بيده حمزة ابن عبد المطلب وذهب به إلى خويلد بن أسد وخطبها منه، فكان الزواج المبارك بين النبي صلى الله عليه وسلم وأم المؤمنين خديجة بنت خويلد أولى زوجاته التي ما تزوج عليها النبي صلى الله عليه وسلم قط إلى أن ماتت، وقد أصدقها 20 من الإبل. ولدت خديجة بنت خويلد للنبي صلى الله عليه وسلم جميع أولاده عدا إبراهيم الذي كان هو من ماريا القبطية، فكان له القاسم الأكبر الذي كان يكنى النبي صلى الله عليه وسلم به وينادى بأبي القاسم، وكان له عبد الله من الذكور. أما الإناث ففاطمة ورقية وأم كلثوم وزينب. توفي أبناء النبي صلى الله عليه وسلم جميعا في حياته عدا فاطمة، توفيت بعد النبي صلى الله عليه وسلم بستة أشهر، فكانت وفاة عبد الله والقاسم قبل الإسلام ولم يدركه. أما بنات النبي صلى الله عليه وسلم فجميعهم أدركن الإسلام وجميعهم أسلم. ولما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم سن 35 يعني قبل البعثة بخمس سنين، أصاب مكة سيل عظيم وهز الكعبة وزعزع أركانها. اجتمعت مكة وقرروا على أن يعيدوا تجديد بناء الكعبة. قرر أهل مكة أن يجمعوا المال لتجديد بناء الكعبة، وصنفوا المال على أن يكون مالا حلالا طاهرا، فمنعوا كل من كان ذا ظلم، وكل من عرف بالغش، وكل من كان يأخذ الربا، وكل من كان له مال من مهر البغي. لكن الأموال التي جمعوها الطاهرة لم تكن تكفي لبناء الكعبة كما كان على شكلها السابق على قواعد إبراهيم، فاضطروا إلى أن يبنوا الكعبة ناقصة، يعني الكعبة الآن اللي عندنا كعبة ناقصة، ما نفس الكعبة التي بناها إبراهيم عليه السلام. حرسل لكم صورة توضح لكم الموضوع ده. استعدت مكة لتجديد بناء الكعبة، ثم إنهم توقفوا حينما أرادوا أن يهدموها. جميعهم يذكر
وبعضهم قد عاصر، ماذا فعل الله بأبرهة حينما أراد أن يهدم الكعبة؟ وتوقفوا زمنا طويلا إلى أن قرر الوليد ابن المغيرة أبو خالد بن الوليد وقال لهم: أنا أهدم لكم الكعبة. ثم أخذ معوله وصار يضرب في الكعبة ويضرب فيها ويهدم فيها وهو يقول: اللهم لم نزغ، اللهم لم نزغ، اللهم لا نريد إلا خيرا، اللهم لا نريد إلا خيرا، وهو يضرب ويهدم في الكعبة إلى أن تعب. فنظر إليهم وقال: قد تعبت، عاونوني. قالوا: لا، حتى نراك من الغد ونرى ما يصنع الله بك. ثم أنه لما كان من صباح اليوم التالي أتى الوليد بن المغيرة ومعه جميع أبنائه حاملين الفؤوس والمعاول، وصاروا يهدموا في الكعبة. حينها شاركت مكة في هدم الكعبة وهدموها. ثم أنهم أرادوا أن يعمقوا حجر الأساس فحفروا أكثر إلى أن وصلوا إلى أحجار خضر يصفونها كأسنمة الإبل. أخذ أحدهم معولا ووضع تحت الحجر وحاول أن يرفعه فتحرك، فخرج نور عظيم كاد أن يغشي الرجل، ورجع الحجر إلى مكانه. تلك هي قواعد إبراهيم للكعبة المشرفة. بدأت قريش في بناء الكعبة وإعادة التجديد، فكان بناء شق الباب لبني زهرة وبني عبد مناف، وكان بناء ما بين الركن اليماني والحجر الأسود لبني مخزوم وقريش، وكان بناء ظهر الكعبة لقبيلة جمح وسهم، وكان بناء شق الحجر الأسود إلى أبناء بني عبد الدار. وحينما وصل البناء إلى حجر الأسود، أرادت كل قبيلة أن يكون لها الشرف والسابقة في وضع الحجر الأسود في مكانه، وكاد يحدث اقتتال عظيم بين قريش وقبائلها، حتى إنهم وضعوا إناء دم وغمسوا فيه أيديهم وقالوا: والله ما يضع الحجر الأسود غيرنا إلا بالدم، الليلة نموت بس يا نخط الحجر الأسود. إلى أن أشار لهم أبا المغيرة ابن أمية وكان من أسنهم وأكبرهم سنا وقال لهم: يا أهل مكة اجعلوا حكما بينكم. قالوا له: إلى من نحتكم؟ قالوا لهم: أول من يدخل من باب شيبة. فأقسموا بالعهود والمواثيق أنهم يرضون بحكم أول رجل يدخل عليهم من باب بني شيبة. حينها خرج النبي صلى الله عليه وسلم، ففرحوا جميعا وهللوا وقالوا: الصادق الأمين، الصادق الأمين، رضينا رضينا. حينها جعل النبي صلى الله عليه وسلم حكما لقريش، فنزع رداءه الشريف ووضعه على الأرض، ثم وضع الحجر الأسود فوقه، ثم أمر بكل سيد من قبيلة يمثلها أن يمسك بطرف من الثوب، وأخذ كل سيد طرف، وصاروا يرفع الحجر الأسود إلى أن أتى قرب مكانه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم ممثلا لبني عبد المطلب وحمل الحجر الأسود بيديه الشريفين ووضعه في مكانه، يعني كل قريش شاركت في رفع الحجر الأسود في لحظة واحدة. وبحكمة النبي صلى الله عليه وسلم حمى أهل مكة من ملحمة كادت تحدث بينهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأم المؤمنين عائشة بعد الفتح، قال: يا عائشة، لولا أن قومك حديثوا عهد بكفر لهدمت الكعبة، ولأدخلت فيها الحجر، ولجعلت لها بابان يدخل الناس من أحدهما ويخرج من الآخر. فالكعبة التي نراها اليوم هي بناء ناقص، يعني لازم تضم حجر إسماعيل والحطيم ويكون من أصل الكعبة، أي أنه لا يجوز أن تطوف من داخل الحجر، لازم تطوف حول الحجر حتى يكون الطواف حول الكعبة كاملا. استمر بناء الكعبة على هذه الحال إلى أن أتى عهد عبد الله بن الزبير في الستينات من العام الهجري، وأصاب سيل مكة والكعبة وجدده عبد الله بن الزبير، لكن على نفس الوصف الذي وصفه النبي، يعني جعل لها بابان وأدخل فيها الحجر، وجعل البابين على الأرض يدخل الناس من واحد ويطلع من الآخر. إلى أن قاتل الحجاج بن يوسف الثقفي عبد الله بن الزبير في مكة، فرماه بالمنجنيق فأصاب المنجنيق أجزاء من الكعبة فهدمها، ثم أنه انتصر على عبد الله بن الزبير، فقام الحجاج وأعاد بناء الكعبة، لكن بناها مثل ما بنته قريش، يعني مكعب وباب واحد ومرفوع فوق. واستمر بناء الكعبة على تلك الحال إلى عام 317 هجرية،
حيث أنه غزا القرامطة الشيعة مكة وهدموا الكعبة وقتلوا الحجيج وأخذوا الحجر الأسود وبنوا لهم كعبة في الأحساء وحملوا الحجر الأسود إليها. بقي الحجر الأسود في الأحساء زهاءة 20 عام، 20 سنة قاعد عندهم. ثم أن الدولة العباسية غزت القرامطة وهزمتهم وأخذت الحجر الأسود وأعادوا به إلى مكة، لكن كان الحجر الأسود قد كسر وفتت. حاولوا أن يجمعوه مع عجينة عقيق وأن يلموه. فالآن الحجر الأسود أنت ما بتشوفه ما هو حجر أسود، هو عجينة عقيق لكن عليه بعض من الحجر الأسود الحقيقي. الصورة اللي رفعتها قبل شوية دي صورة الحجر الأسود، وما نقبله هو عبارة عن 8 حجارة سوداء صغيرة، أكبر واحدة بحجم حبة التمر، يعني ما خلفوا حاجة. إلى هنا إن شاء الله نكتفي بهذا القدر من السيرة النبوية. موعدنا معاكم بإذن الله الأسبوع الجاي، نحكي فيه بداية نزول الوحي وجبريل عليه السلام. إلى ذلك الحين، السلام عليكم. يا ربي صل على النبي محمد، ما شج جرح في سبيلك وانبرى. صلوا على المختار أحمد، إنه أزكى الأنام وخير من وطئ الثرى. أزكى الأنام وخير من وطئ الثرى.